ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ان شاء الله ويا رب دايما متجمعين على خير بإذن الله. النهاردة عندنا ثلاث وصفات، التلاتة أسهل من بعض والنتيجة بجد روعة. بيبقى عندنا عزومة، بيبقى عندنا فايت فراخ من يوم قبليها، فاضل صدر فرخة، صدر ورك، أي حاجة فايدة معانا تعالوا بينا النهاردة نحولها لأكلة تانية جميلة جدا وبكل سهولة. الفراخ من الحاجات اللي لما بتبات بتبقى إلى حد ما رخمة شوية في أكلها، فالنهاردة يعني هنعمل فيها بقى إيه تحويل فظيع، هتطلع حاجة تانية خالص هتعجبكم إن شاء الله. دي هتكون معانا رولات المسخن، عندنا كمان الكبيبة، والنهاردة هنعمل الكبيبة بالفراخ على غير العادة، على طول بنعملها باللحمة، النهاردة هنعملها بالفراخ، هايلة جداً. كمان معانا بسكويت لذيذ جدا ينفع تقدميه لضيوفك في جنب الشاي، جنب اي مشروب، ينفع كمان ان احنا ناخده كده بعد العصر كده مع المشروب اللي احنا بنحبه. فالنهارده الوصفات سهله وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا بقى، تعالوا نفتكر الاول التليفونات اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها، من اي تليفون ارضي على 0900 917، ومن اي موبايل على 1710. ويلا بينا بقى علشان نقول مقادير رولات المسخن. عندنا النهاردة أربع صدور من الفراخ، زي ما قلنا صدور أوراك اللي متوفر عندك مسلوق السلق العادي جدا اللي احنا بنعمله. هنحتاج السبرينج رولز، ورق السبرينج رولز أي كمية احنا عايزينها، بصلتين كبار متقطعين شرايح، هنحتاج كمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم، مكعب مرقة، نص كوباية شوربة من اللي احنا سالقين فيها الفراخ، نص كوباية زيت زيتون ممكن نستغنى عنه بزيت نباتي عادي جدا، معلقتين كبار من دبس الرمان، ومعلقتين كبار من السماق البودر، ورشة من الكمون، معلقة كبيرة بهارات فراخ، وعندنا كمان ملح وفلفل اسود. دي مقاديرنا ويلا بينا علشان نشتغل. كلنا بنحتار في الاكل اللي بايت عندنا نعمل فيه ايه، فالنهارده بقى ايه، بما ان امبارح كانت جمعه واحيانا بيبقى عندنا لمه العيله وعاملين اكل كتير، فبيبقى فايض عندنا شويه فراخ مش كتير، حبه صغيرين بس هنتصرف فيهم ونعمل منهم حاجه جميله جدا، وهنكترهم كده وتبقى اكله لذيذه قوي. النهارده تعتبر الحلقه الوصفتين اللي فيها مقبلات، يعني انا لو عندي عزومه ممكن ما استناش يبقى فراخ بايته ولا حاجه، ممكن تكون صدور اجيبها واسلقها عادي جدا واشتغل بيها واعمل بيها رولات المسخن، هتبقى طبق مقبلات جميل جدا في اي عزومه احنا بنعملها. ويلا بينا نشتغل. في البدايه انا عندي البصل وعندي زيت الزيتون، تعالوا بينا بقى كده نروح على البوتاجاز ونحط حله صغيره او طاسه كبيره شويه علشان ابتدي اشوح البصل، احط زيت زيتون واحط معاه شويه من الزيت النباتي. وهنزل البصل علشان نديله تشويحة كده ولون ذهبي فاتح. هنخلي البصل يتشوح على النار، وتعالوا بينا على ما البصل كده يبتدي يتشوح ناخد الفراخ بتاعتنا اللي احنا سلقينها كويس جدا، وهبتدي ان انا افتتها واعملها نساير صغيرة علشان احطها على البصل. ومعانا نسمة. الو يا نسمة. الو، ازيك؟ الله يخليك، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ ممكن اسال حضرتك بس على طريقه دبس الرمان؟ عينيا، حاضر، ويا ريت كمان لو تعملها لي عملي يبقى شكرا جدا. خلاص يعني. نعمله قريب جدا، احنا خلاص في اوان الرمان دلوقتي، فممكن نعمله مع بعض. هو طريقته سهله خالص ما فيهوش اي حاجه. عينيا ليكي. باذن الله. نورتيني. طب ممكن حضرتك بس تكلمي بنتي سجا؟ اسمها ايه؟ سجا. شزا. سجا. سجا. طيب اسمها جميل ما شاء الله. ازيك؟ ازيك انتي عامله ايه؟ كويس يا رب دايما. عندك كام سنه يا ساجا؟ 6. ده احنا كبار خالص ما شاء الله، اللهم بارك حبيبتي. حبيبتي نورتيني. الو، ميرسي يا ساجا ويا ام ساجا، نورتوني. حطينا البصل مع الزيت على النار يتشوح، وخدت قطع الفراخ المسلوقه، طبعا لو في عظم وجلد هنبتدي نتخلص منهم وناخد اللحم بس، نبتدي نفتته بالشكل ده نساير صغيره.
اكله جميله جدا وطعمها هايل. وعندنا تليفون معانا ام حمزه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك عامله ايه؟ ازيك يا شيخ فاطمه، عامله ايه؟ الله يخليكي، وطي التلفزيون شويه عشان تسمعيني على طول. حاضر ايه الاخبار؟ وحسينا والله يا شيخ حبيبتي، معاكوا كل يوم والله على الهوا اهو. والله بحبك جدا والله يا شيخ فاطمه، ربنا يبارك لك يا رب. اتفرجتي على حلقه اسكندريه بما انك من اسكندريه؟ الحقيقه لا والله. شفتي بقى انت اللي ما بتقعديش. معلش انا مشغوله والله بتوع الغاز عندي وكده، وحسيني قلت اكلمك والله النهارده. حياتي تسلمي لي والله، ربنا يقويك يا رب. ربنا يخليكي. هاجر بنتي عايزه اتكلمك. اديهاني. الو، ازيك يا قلبي؟ ازيك يا قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ عندنا كام سنه؟ احنا كبار قد ايه؟ عندي 5 سنين. الله، ايه الحلاوه دي؟ ماما بتعمل لك ايه حاجه حلوه انت بتحبيها؟ اقول لها ايه؟ عسل. ربنا يبارك لك فيها يا روح قلبي، ميرسي لاتصالك، نورتوني. كده انا خلصت الفراخ اللي عندنا المسلوقه، قطعتها عملتها كده نساير صغيره. البصل عندنا على النار بيتشوح مع زيت الزيتون وزيت نباتي، وزي ما قلنا لو ما فيش زيت زيتون ما فيش مشكله، نقدر نستخدم زيت نباتي بس. طبعا لو هنسلق الفراخ بنسلقها عادي جدا، بس نحط لها بقى ايه الحاجات اللي بتخلي طعمها لذيذ، زي الجزر والطماطم والبصل وعودين كرفس. ممكن كمان، مش ممكن، لا هو اكيد، نحط بقى حبهان ومستكه وورق لورا علشان يبقى الفراخ ريحتها حلوه جدا. يلا بينا. البصل على النار دبل وهيبدا بقى ياخد اللون الذهبي، احنا مستنيين ياخد اللون الذهبي. وتعالوا بينا ندي بقى كده شوية بهارات تتحمص مع الحاجات الحلوة دي. بهارات فراخ عندنا كمون، وعندنا الفلفل الأسود والسماء، ومعانا فاطمة. ألو ألو. أيوة يا بطوط، ازيك؟ الحمد لله. يا حضرتك؟ الحمد لله. روح قلبي، أخبارك إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله يا رب دايما بخير. أنا كنت حابة أسأل عن طريقة كيك الشوكولاتة. بس كده عينينا. حاضر. عينينا يا بطوطة. حاجة تاني؟ نورتيني يا روح قلبي. طب نحضر بقى كيك الشوكولاتة. انا حطيت الفلفل الاسود، وهحط كده معلقتين من السماء، حط كمان رشة من الكمون، بهارات فراخ، ونقلب كويس. وانتي بتقطعي البصل قطعيه شرايح رفيعه، ما تخلوش تخين، تمام، عشان ما يبقاش اللي هو برضو ايه حجمه كبير كده في الرولات بتاعتنا. هنشوح البصل كويس بعد ما حطينا له البهارات. وتعالوا نحط كمان الثوم، معلقه كده من الثوم، وندي تقليبه علشان طعم الثوم النفاذ يقل شويه. زي الفل، بدأت ريحة التوم تطلع كده، خلاص بنتخلص من الطعم القوي بتاعه. تعالوا بينا بقى نحط الفراخ. ومعانا جنات. ألو ألو. أيوة، مساء الفل. أنا بحب حضرتك أوي يا شيخ. ميرسي يا جنات، تسلمي يا روح قلبي، منوراني. أنا بس كنت عايزة أعرف طريقة عمل اللازانيا. اللازانيا، حاضر نقولها لك. عينينا الاتنين ليكي. ميرسي يا جنات، نورتيني يا روح قلبي. احنا كنا لسه عاملين لازانيا قريب جدا، بس نقول لك عليها حاضر من عينينا. كده زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتنا والبصل بعد ما تشوح، حطينا الفراخ ياخد بقى من طعم التوابل الجميله اللي احنا حطيناها، كمان البصل والثوم. وتعالوا نحط شويه
نحط الاول مكعب المرقه ونحط شويه من الملح ومش كتير. تمام، عشان عندنا شوربه وعندنا مكعب مرقه والفراخ اصلا مسلوقه اكيد بملح. هبتدي اقلب. ومعانا استاذه منى. الو. ايوه مساء الخير شيف فاطمه. مساء الفل، ازيك يا روحي؟ انا بشكر حضرتك جدا اولا لكل حاجه، يعني حقيقي مش عارفه اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه. تسلميلي يا رب. بس كنت عايزه اسال حضرتك، لو انا عندي بلح اللي هو الرملي وعايزه اخزنه، ممكن اغسله واقشره واشيله في اكياس في الفريزر؟ بس كده زي الفل، جاوبتي. طب لو حطيت عليه سمنه وعملته بالسمنه اقدر برضو اشيله؟ جدا ممكن. طبعا. طيب. بالعكس هيبقى احلى كمان، لانك انت هتتخلصي من الميه بتاعته في التشويح مع السمنه، وحطيه بقى في اكياس طلعي منها الهواء وحطيه في الفريزر، هتطلعيه يا دوبك يفك كده وتسخنيه لو بتحبيه طبعا سخن، وبالف هنا. انا متشكره جدا وانا اتعلمت من حضرتك كتير قوي قوي قوي. حبيبتي ده انت ست الشاطرين والله، ميرسي والله، كل ذوق. ميرسي يا حبيبه الله يخليك، ربنا يحميك، ربنا يعزك يا روح قلبي، ميرسي لاتصالك والله. الفراخ بتاعتنا اتشوحت تشويحه محترمه جدا مع البصل والثوم والبهارات والسماء اللي احنا حطيناهم. تعالوا بينا بقى هنحط لها بس يعني شويه صغيرين خالص من الشوربه. عشان ايه بقى؟ علشان كل المكونات دي تاخد من بعض وتتشرب من بعضها وتبقى طعمها كمان احلى واحلى. وما نكترش لان الحشوه ما ينفعش يكون فيها سوائل، فهحط يا دوبك ربع كوبايه شوربه وهستناها تشربها تاني. احنا بنعمل كده علشان بس الطعم يبقى مظبوط في كل حاجه اللي موجوده، البصل، الثوم، الفراخ، كله شارب من بعضه تمام التمام. تعالوا نحط كمان معلقتين من دبس الرمان، هيخلي برده الطعم لذيذ جدا. ومعانا حنان. الو. الو. ايوه، ازيك يا حنان؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا وسهلا، ازيك، اخبارك؟ انا بحبك قوي. تسلمي لي يا روحي، كلك ذوق. مبروك يا محمد ابني. الله يبارك فيك يا حبيبة قلبي. انا عندي محمد برضه على فكرة. ربنا يبارك في محمد يا رب، واسم محمد كله. رحتي فين؟ خط فصل؟ ميرسي يا روح قلبي، ربنا يبارك لك في ابنك يا رب. احنا جايبين النهارده رقائق او اوراق اللي هي السبرينج رولز دي، موجودة بوفرة في السوبر ماركت. هناخد منها بقى ايه، تبقى هي طبقات كده وشرايح فوق بعض. تعالوا نخرجها كده من بعض، هي بتبقى رقيقه بالشكل ده. ممكن استخدم في الوصفه الجلاش، ما فيش مشكله خالص، هطبق الورقه كده على اربعه بحيث ان هي تبقى على شكل مربع واشتغل بيها. تمام، بالراحه كده وبخفه نبتدي نسلكهم من بعض. بسم الله. حلو قوي، هجيب بقى طبق علشان اشتغل عليه. عندنا كمان صينيه بتدخل الفرن، هنجيبها وندهنها بشويه زيت صغيرين في الارضيه. والفراخ بتاعتنا بتتشرب التوابل ودبس الرمان وشويه الشوربه اللي احنا حطيناهم. ما ننساش نقلب من وقت للتاني، مش عايزين الفراخ تلزق ولا تتحرق مننا. يلا بينا نوزع الزيت اللي احنا حطيناه في الطاسة او في الصينية علشان نبتدي نرص الرولات واحدة واحدة. تعالوا بينا بقى ناخد حشوتنا بعد ما خلاص اتشربت تماما السوائل اللي فيها، ويلا عشان نحشي. هجيب بقى ورقة من الورق السبرينج رولز وابتدي احط من الحشوة. طبعا اللي مدي اللون ده للفراخ دبس الرمان والسماء زي الفل. تعالوا بينا يلا، احنا هنخلي الورقة هي مربعة، هنخليها كده على شكل معين وهنبتدي ناخد الاطراف. عايزه ابين بس اقفل كده بالاطراف تمام زي ما انتم شايفين، واقفل كده وابتدي اعمل رول بالشكل ده ورص في الصينيه. تعالوا نعمل تاني. بسم الله.
زي ما بنقول لو عندنا عزومة من الحاجات اللطيفة جدا اللي بتتحط على السفرة وكل واحد بياخد منها بالواحدة كده، فحتى تقديمها حلو جدا وسهل وطعمها بيبقى لذيذ قوي. ادي المربع، وزي ما قلنا لو عندنا ورق عندنا جلاش هنخلي هنطبق وحدة الجلاش على 4 بحيث انها تبقى مربع بالشكل ده. هحط المربع كده. ومعانا استاذة حنان، الو. واحط الحشوة. الو 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 ايوه الو الو يا هاجر. الو الو ايوه الو الو اي حبيبة قلبي سامعاكي. انا فاطمة. فاطمة ازيك يا بطة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. انا فاطمة منوراني. كيف الحمد لله؟ الحمد لله يا قلبي. انا بحبك قوي. بحبك اكتر والله. انا بحبك قوي يا سيد فاطمة. وانا بحبك خالص والله. انا اسمي فاطمة على اسمك افكر. يا خلاص يا احلى اسم في الدنيا ده. نورتيني يا بطوطة. عندك كام سنة قوليلي؟ انت عاملة ايه؟ انا كويسة والله تمام. خدي ماما عايزة تكلمك. ماشي يا روح قلبي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام حنان عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك يا مدام فاطمة عاملة ايه منورة الدنيا؟ بنوركم والله. تسلمولي يا رب يخليكي. تسلمولي يا رب. تحرمش منكم ابدا. ربنا يبارك لك في حبيبتك يا روح قلبي. بحبك قوي. اسمع على اسمك على فكره لسه مكلمك. اه ربنا يبارك لك فيها يا حبيبه قلبي. يا رب يخليكي. ربنا يخليكي ويعزك واياك يا روح قلبي. يا رب يخليك ويخليك محمد. يا رب امين يا رب. تسلمولي. تحرمش منكم ابدا. ما تحرمش منك يا مدام فاطمه. كل اللي يجي من ايديكي حلو. يا رب يخليكي. تسلميلي والله كلك ذوق والله العظيم. ربنا يعزك يا روح قلبي. ميرسي لاتصالك والله. زي ما انتم شايفين كده الموضوع ولا ابسط من كده. صدرين فرخه بايتين عندنا شوحناهم وظبطناهم والتوابل جميله جدا. تقدري تغيري في التوابل لو انت حابه مفيش مشكله خالص. ونعملها في جلاش او سبرينج رولز. هتطلع معاكي بقى اكله تانية خالص بشكل جديد وطعم في منتهى الجمال. انا هفضل بقى احشي ورق السبرينج رولز بالشكل ده وارص في الصينيه بتاعتي اللي هتدخل الفرن. تمام. احنا ممكن بقى نطلع فاصل صغير خالص على بال ما نخلص وارجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في اي حته. مستنياكم. رجعنا لكم تاني ولسه شغاله بكمل رولات السبرينج رولز. هخلص الكميه بتاعتي وبعدين نبتدي ندهن وش الرولات بتاعتنا بالزيت وندخلها الفرن مجرد بس ان هي تتقرمش كده وتتحمر وتاخد لون جميل ونطلعها بالف هنا وشفا هايله جدا جدا. يلا نعمل دول كمان. الفرن بتاعنا على اعلى درجه حراره. مش محتاجين حاجه غير ان الرولات بتاعتنا تبتدي تاخد لون. طبعا اللي مغمق الفراخ كده زي ما قلنا دبس الرمان وكمان السماق. ما تقلقوش من اللون بس طعم هايل جدا. والموضوع سهل واللفه سهله جدا. وزي ما قلنا لو ما فيش سبرينج رولز في عندنا الجلاش هيقضي الغرض. يلا قربنا خلاص نخلص. كميه البصل المحطوطه هايله جدا هتدي طعم حلو قوي. واخر واحده. تقدري بقى تعملي من صدرين الفراخ اللي احنا قطعناهم دول كميه تكفي لعدد حلو قوي. يعني عزومه كبيره هتعملي منها كميه حلوه جدا تتحط على السفره هتديكي اولا شكل على السفره حلو وكمان طعمها لذيذ جدا جدا. خلصنا. هجيب بقى الزيت وابتدي اوزع كده حاجه بسيطه على الوش واوزعها بالفرشه. لو ورق جلاش هنبتدي ان احنا قبل ما نحشيه ان احنا ندهنه. تمام.
علشان يبقى مورق معانا. ادي كده خلصنا، على الفرن على طول على الرف الوسطاني علشان الرولات بتاعتنا تاخد لون فوق وتحت، ومجرد ما تاخد اللون بنطلعها على طول. يلا بينا. زي الفل. ويلا اوام بقى نقول مع بعض الكبيبة. متعودين كلنا ناكل الكبيبة باللحمة، النهاردة هنعملها بالفراخ، اقتصادية اكتر وطعمها حلو جدا جدا. يلا بينا نقول مقادير ونشوف الطريقة. كده خلصنا الكلام ده كله. طيب مقاديرنا هتكون عبارة عن ايه؟ عندي ربع كيلو من صدور الفراخ. احنا كده هنتكلم الاول عن الطبقة الخارجية للكبيبة. ربع كيلو من صدور الفراخ تكون مفرومة ناعم، كوبايتين من البرغل مغسول كويس تمام، والبرغل برضو يكون ناعم. هنطحنه في المطحنة، عارفين المطحنة بتاعت البهارات، هنطحن فيها البرغل، يبقى كوبايتين برغل ناعم مطحون تمام وجاهز معانا. عندنا 3 كوبايات من المية المغلية، بصلة متوسطة مفرومة ناعم جدا، معلقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم. البهارات بتاعتنا تكون رشة من السبع بهارات ورشة قرفة بودر، ملح وفلفل اسود، وطبعا زيت كتير غزير علشان نقلي فيه الكبيبة. طيب حشوتنا النهاردة هتكون ايه؟ هتكون برضو فراخ. هنحتاج لها ايه بقى؟ عندنا نص كيلو من صدور الفراخ متقطعة صغير او مفرومة، عندنا بصلتين مفرومين، كوباية بقدونس مفروم، ومعلقتين كبار من السمنة، وكوباية لوز شرايح اذا كان متوفر تمام. مقادير كلها بسيطة وسهلة والنتيجة هايلة. هنحط طاسة على النار، وعلى بال ما تسخن الطاسة تعالوا نحكي في البرغل. زي ما قلنا البرغل معانا النهاردة هي الطبقة الخارجية للكبيبة. هيبقى عبارة عن ايه؟ كوبايتين من البرغل هجيبهم، طبعا اختار في البداية نوع كويس جدا، لان البرغل من الحاجات اللي ممكن يكون فيها رمل او فيها زلط صغير، فبيبقى صعب جدا لو في حاجة زي كده، عشان كده ننتقي نوع كويس جدا علشان ما نقابلش المشكلة دي. بعد كده هاخده في الكبه او المطحنه بتاعه البهارات، اطحنه وانعمه خالص خالص كده، انا مش هحتاج بقى حاجه تاني اشتغل بيها. بعد ما طحنت البرغل كويس جدا، كوبايتين من البرغل هضيف لهم 3 كوبايات ميه مغليه مش سخنه، واغطي عليه واسيبه بقى يشرب كل الميه اللي انا حطيتها. هيبقى معانا بالشكل ده جاهز معانا وزي الفل ان احنا نشتغل فيه. تعالوا بينا بقى يلا نعجن الطبقه الخارجيه للكبيبه. انا حطيت طاسه على النار عشان اعمل برضو الحشوه، والحشوه معانا برضو فراخ، يعني النهارده كله فراخ في فراخ. هاخد الفراخ المفرومه وياخد شويه زيت وهسيبهم يسخنوا كويس جدا جدا، واخد البصل كمان. دايما في تعصيج اللحمه او الفراخ خلي البصل هو نفس مقدار اللحمة أو الفراخ عشان الطعم يبقى حلو، الحشوة كمان تكتر معاكي. تعالوا بينا يلا نشتغل في البرغل. البرغل مطحون في المطحنة، نقعناه الكوبايتين، كل كوبايتين برغل بيتحط لهم 3 كوبايات مية مغلية، غطيناهم وسبناهم ساعة، وبعد الساعة كان معانا بالشكل ده اهو، شرب ميته والدنيا بقت تمام التمام. هبتدي أضيف له الدقيق، احط كمان الفراخ المفرومه ناعم جدا، والبصله المفرومه، بصله تكون متوسطه الحجم مش كبيره، والثوم المفروم ناعم، ومعانا ساره ورشه قرفه ورشه بهارات 7. الو ساره، حاولي اتصلي بينا تاني يا ساره، واظبط واظبط الملح والفلفل البهارات بقى، ما تكتريش التوابل كتير علشان ما تغمقش الطبقه الخارجيه، والملح على قد الكميه. حلو الكلام ده. يبقى كده احنا حطينا البرغل اللي اتنقع ساعه في ميه مغليه، وحطينا معاه الدقيق، البصل، الثوم، البهارات، صدر الفرخه او ربع الفرخه أو ربع كيلو الفراخ المفرومه، كله كده تمام. قبل ما اعجن واحط ايديا فيه، تعالوا نحط البصل على النار عشان نعصج الحشوه بتاعتنا. ادي بصلايه
هخليها تدبل نفس التوابل اللي حطيناها مع البرغل، هي اللي هحطها مع الحشوة. رشة من البهارات السبعة، رشة من القرفة، فلفل اسود، واكيد ملح بس مش هحطه دلوقتي. ومعانا مريم. الو الو الو، ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله يا روح قلبي. عندك كام سنة يا مريم؟ 8. ما شاء الله. هي يا روح قلبي قوليلي اكتر اكلة بتحبيها ايه يا مريم؟ ورق المحشي. المحشي، الله عليكي، هو ده. طب اكتر حاجة بتحبيها في المحشي ايه؟ محشي ايه؟ الرز الورق العنب. الله، لا ده انتي استاذة بقى. لا ذوق ذوق عالي يعني. شكرا. ليكي اي سؤال يا مريم؟ ميرسي يا مريم، والله انا كمان بحب ورق العنب قوي. البصلة اتشوحت تمام مع البهارات وريحتها طالعة هايلة جدا. تعالوا نحط بقى الفراخ المفرومة علشان تتعصج. هنسيب بقى الفراخ تتعصج مع البصل والبهارات، وما تنسوش ان احنا ما حطيناش ملح. هنستنى لما الفراخ خلاص تستوي هبتدي اضيف لها الملح. تعالوا بينا نعجن بقى الطبقة الخارجية بتاعة البرغل على ما الكلام ده كله بقى يتشوح مع بعض كويس قوي. يلا، قلنا اهم حاجة في الموضوع خلي بالك من نوع البرغل، ضروري تختاري نوعية كويسة علشان يبقى ما فيهوش حصو وزلط والكلام ده كله ويطلع معاكي هايل. اقول كمان عملنا ايه في البرغل عشان لو في حد دخل علينا مؤخرا. البرغل كان عبارة عن كوبايتين جبناهم طحناهم في المطحنة، نعمناهم، وبعد كده صبيت عليهم 3 كوبايات من المية المغلية، مغلية مغلية مش سخنة، وغطينا عليهم. ضروري بقى الكلام ده كله، بعد ساعة هتلاقي البرغل خلاص امتص كل المية وبقى تمام معانا وزي الفل. هبتدي اضيف له بقى الدقيق والبصلة المفرومة ناعم جدا، وكمان البهارات بتاعتنا، وربع كيلو من الفراخ المفرومة، ونعجن زي ما انا بعجن دلوقتي كده. ومعانا شهد. الو الو الو، ازيك يا شهد؟ عاملة ايه؟ ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الله يخليكي، اخبارك؟ الحمد لله والله كله تمام. والله الحمد لله، بحب حضرتك جدا جدا. ميرسي يا شهد، والله تسلميلي. ربنا يخليك حبيبتي. ايه الاخبار؟ كنت بسال على حضرتك. تمام والله حبيبتي، تسلمي لي. تسلمي ليكي. اي سؤال؟ لا ربنا يخليكي، كنت بسلم على حضرتك. انت عندك كام سنه يا شهد؟ انا عندي 17. ما شاء الله. قولي لي بقى اكتر حاجه بتعمليها في البيت وبتعجبهم. قفلتي؟ طيب يلا على البركه، نورتينا يا شهد. تعالوا بينا بقى بعد ما عجننا كويس جدا الكوبيبه بتاعتنا، تعالوا نقلب الفراخ اللي احنا بنعصجها. تحفة، ريحتها هايلة جدا. بدأت الفراخ خلاص تدخل في التسوية، يلا بينا نضيف لها الملح. معانا لسه في الحشوة البقدونس واي نوع مكسرات انت بتحبيه، ولو مفيش مشكلة مش لازم نحطها. الكوبيبة من الأكلات اللذيذة جدا خاصة في العزومات، من الحاجات الحلوة قوي اللي الكل بيحبها. يا سلام كمان لما تتعمل بالفراخ، في ناس ملهاش تقل قوي على اللحمة، فبالفراخ هتطلع رهيبة وإن شاء الله تعجبكم. حط كده الملح على قد كمية الحشوة، احنا حاطين الملح للبرغل فكده حاجتنا كلها تمام. انا بحاول كده ان انا افك الفراخ من بعضها.
زي الفل. بعرف منين ان الفراخ خلاص استوت؟ هي مفرومة ومتاخدش وقت، بس هستنى لغاية ما السوائل اللي موجودة عندي تنشف تماما، ما يبقاش في اي سوائل في الطاسة، وبكده تكون الفراخ استوت وزي الفل. احنا عندنا زيت على النار، ما تيجوا بينا كده نحمر الكبيبة اللي احنا عاملينها قبل الهوا عشان تطلع معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل. بسم الله، نعمل بس واحدة قبل ما نطلع فاصل علشان يبين الموضوع. لازم الزيت يكون سخن تمام، لو حطيتي في زيت بارد ممكن تفك منك وتلاقيها شققت والدنيا ما بقتش لطيفة، فالزيت لازم يكون سخن والنار متوسطة تمام. خلاص حشوتنا بقت جاهزة ان احنا ناخدها ونبتدي نحشي بيها الكبيبة بتاعتنا. يلا بينا نرفع من على النار. خلاص زي ما انتم شايفين كده الطاسة نشفت خالص، ما فيهاش اي سوائل، يبقى الفراخ بتاعتنا استوت 100%. يلا بينا هضيف لها البقدونس بيدي طعم حلو جدا، هضيف لها كمان اللوز المحمص ونقلب. يا سلام على الحشوة، تحفة. هنجيب معلقة بقى عشان نحشي بيها. ونبتدي ناخد من العجينة بتاعة الكبيبة. المفروض بقى يبقى جنبي شوية مية، هجيب شوية مية كده عشان أبل بيهم إيدي عشان ما تلزقش. يا مية يا زيت زي ما تحبي. بسم الله، هبل إيدي واخد جزء كده هكوره تمام، وصباعي الكبير هبتدي أعمل فتحة وألف بالشكل ده. عملت زي طبق كده مجوف، هبتدي اخد من الحشوه واحط جواها واروح قافله كويس جدا واشكلها تبقى معايا بالشكل الجميل ده تمام. قفلناها والدنيا تمام، هناخدها نحطها في طبق تمام. يلا نرص عليه، نعمل واحده كمان ونطلع فاصل على طول. الموضوع سهل جدا. قبل التحمير يفضل انك انت تحطيها في الفريزر بحيث ان هي تتماسك كده شويه قبل ما نحمرها. عملنا تجويف، هبتدي اخد من الحشوه واحط جوه التجويف ده واقفل الكبيبة خالص على الحشوة. طبعا المية مساعداني جدا جدا ان انا احركها في ايدي من غير ما تلزق اهو، وهكذا لغاية ما تخلصي كل الكمية. تعالوا نبص على اللي على النار، ما شاء الله شايفين متماسكة، ما شققتش ما فكتش ما فيش اي حاجة خالص، لسه بس عايزة لون كمان شوية. بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص، ترجعوا على طول عشان نطلع الكبيبة، اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنيكم. ورجعنا لكم تاني، ودي الكبيبة اللي احنا عملناها دلوقتي على طول من غير ما احطها في الفريزر. يفضل طبعا ان انا احطها في الفريزر مش اقل من نص ساعة قبل ما احمرها، بس احنا هنحمر دول برضو والدنيا ان شاء الله تمام، مش هتفك مننا ولا حاجة. الكبيبة من الحاجات اللي نقدر نحفظها ليوم عزومة، يعني عندي عزومة وعايزة اقدم فيها الكبيبة
بتعتبر من الاطباق اللي هي سابقه التجهيز، يعني اعملها قبل العزومه بكام يوم مفيش مشكله خالص، وافرزها في الفريزر واجي قبل الغداء اطلعها يا دوبك تهدى حاجه بسيطه وانزل على طول في الزيت واطلعها سخنه على السفره. فمن الحاجات اللي بتريح جدا جدا في العزومات، وتفريزها سهل جدا ان احنا بنشكلها وبنحطها في اطباق فوم، وما تحاوليش تحطي طبقتين على بعض، هي طبقه واحده بس علشان ما يتحطوش على بعض، فبالتالي ان هي شكلها يتغير وتبقى مش مستويه. تمام، تعالوا بينا بقى نرص الكوبيبه اللي احنا حمرناها مع بعض. عايز اقول لكم قرمشه من بره ولذيذه ولونها حلو جدا وحاجه مختلفه، وزي ما قلنا الى حد ما اقتصاديه كمان اكتر من الفراخ اللحمه. تمام، احنا عملناها النهارده بالفراخ. قلبي يلا تعالي خلص ونديها. بالشكل ده ونكون خلصنا طبق الكوبيبه. ما شاء الله بقى بالمقدار اللي انا قايله لكم عليه ده مش اقل من 40 قطعه بتطلع معاكي، فمتخيله بقى سيرفيس قد ايه على السفره من ولا حاجه فراخ، يعني كله على بعضه ما يجيش كيلو الا ربع فراخ، هيطلع معاكي الكميه كبيره تعمل سيرفيس كبير، حاجه مشرفه على السفره. تعالوا بقى نقدمها. جيب مفرش. معانا مين؟ ومعانا الحاجه عزيزه. الو، اهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الله يخليكي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك. تسلمي لي يا روح قلبي. والله كل الله يديك الصحه والعافيه ويفرحك يا رب. رب دايما كده. ميرسي يا روح قلبي. وبصحه وبالف عافيه وينور لك نور عينك يا رب. يا روح قلبي ايه الجمال ده بس. والله تسلمي لي واياكي ان شاء الله. يا حبيبتي الله يخليك يا حبيبتي بجد والله، ربنا يخليك يا رب كده ودايما حاسه كده بصحه وعافيه يا رب ومنورانا كده على طول. هعيط. يا رب يا ربنا يخليكي والله العظيم. تسلمي لي كل ذوق والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب يا رب. منوراني والله العظيم. ميرسي على مكالمتك الحلوه دي. ربنا يسعدك، ربنا يسعد وقتك ويسعد ايامك كلها ويجعلك من السعداء يا رب. امين يا رب. والله ما عارفه اقول لك ايه على دعواتك الحلوه دي. ربنا يبارك لي فيك يا رب واياكي ولك المثل وزياده ان شاء الله، ما تحرمش منكم ابدا. ايه دي طبقنا، طبق الكوبيبه، حاجه كده بجد تحفه. احنا النهارده قلنا عاملين صنفين مقبلات، عندي عزومه طبعا المقبلات من الاطباق اللي ما ينفعش نتجاهلها خالص في اي عزومه، طبعا الاطباق الرئيسيه وعلى طول الاطباق الجانبيه. النهارده عاملين اتنين، عاملين السبرينج رولز او الرولات المسخن، عاملين كمان الكوبيبه بالفراخ، يعني طبقين هايلين جدا جدا. نبص بصه اخبار الكوبيبه. بصوا اللي احنا عاملينها على الهوا، العجينه عصجنا الفراخ شكلناها كمان على الهوا والدنيا تحفه جدا جدا، مفيش اي تشققات، الدنيا زي الفل. اهم حاجه في الموضوع الزيت يا جماعه يكون سخن وغزير عشان تنزل الكوبيبه كلها تاخد لون واحد وما تشققش مننا. من الحاجات اللي بتخلي الكوبيبه تشقق ان الزيت يبقى مش سخن قوي، فبتنزل بقى على البال ما يبتدي الزيت يسخن تكون هي شربت زيت وابتدت تفك مننا. ومعانا مين؟ استاذه هاله. الو، اهلا بحضرتك. ازيك يا مدام فاطمه؟ الله يخليك. الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تسلمي وتسلم ايديكي وكل تعبك معانا، ربنا يخليك. تسلمي لي والله كل ذوق. ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه. احتفالات اكتوبر، وانتهز فرصه بس اهني بعد اذنك بنتي بخطوبتها. الف الف مبروك وسام. ربنا يبارك لك فيها ويتملي على خير يا رب. هم الاثنين اقول لهم كل سنه وهم طيبين عشان اعياد ميلادهم، وسام النهارده وريهام ان شاء الله يوم 13. يا حبيبتي كل سنه وهم طيبين. النهارده يوم مميز جدا جدا جدا. ان انا سمعت صوتك اول حاجه. الله يخليكي. ميرسي. ربنا يخليكي ودايما كده منوره برقيتك وذوقك وادبك. ربنا يعزك. ربنا يخليكي يا رب، ما تحرمش مني بجد. تسلمي لي، يبارك لك في حبايبك. وسام بعيد ميلادها وخطوبتها، وريهام بعيد ميلادها. الف مبروك. ربنا يبارك لك فيهم سنه سعيده. لان هو عقيد برضه قوات مسلحه، ربنا يبارك فيه وفي عمره يا رب. امين يا رب. امين يا رب. يبارك لنا في جيشنا كله ان شاء الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين. الله يخليكي. تسلمي لي. تسلمي لي وربنا يفرحك بحبايبك يا رب، ويتم لبنتك على خير وكل سنه وهم طيبين، وعيد ميلاد سعيد وسنه جديده سعيده عليهم باذن الله. النهارده اكتشفت ان هو 10/10/2020. ايه الجمال ده. ربنا يا رب يجعله كده يوم سعيد علينا جميعا، والايام اللي جايه كلها تكون كده كلها خير وبركه ان شاء الله.
الكوبيبة بتاعتنا بتتحمر تحفة ما شاء الله، معمولة على الهواء كله زي الفل، لا فكت ولا شققت ولا اي حاجة. هستنى بس تاخد اللون التمام عشان نطلعها. عقبال ما تاخد اللون بتاعها تعالوا بينا نعمل مع بعض بسكوت سهل وبسيط ومقاديره هتلاقيه عندك في البيت، هتخلصي وتعمليه على طول. النهاردة لعشاء القهوة هنعمل بسكويت القهوة، ايه رأيكو؟ يلا بينا نقول مقاديره. عندنا النهاردة 100 جرام من الزبدة، يعني حوالي نص كوباية زبدة، نص كوباية سكر، معلقة صغيرة من الفانيليا، بيضة، نص كوباية زيت، معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، وثلاث معالق كبار من الكاكاو الخام، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكوبايتين من الدقيق المنخول متعدد الاستخدام. وبينا نشتغل. في بداية تعالوا نحط الزبدة والسكر مع بعض علشان نضربهم كويس جدا. ايه دي الزبدة. وايه دي السكر، سكر بودر، تمام؟ تعالوا نخلطهم مع بعض كويس، بس قبل ما اخلطهم هحط كده يا دوبك معلقتين من الميه على القهوه سريعه الذوبان علشان تفك معانا وتبقى خليط سايل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي القهوه، معلقتين بالظبط من الميه عشان ندوبها بس كده. البسكوت من الحاجات اللذيذه جدا واللي ينفع قوي لو جاي لي ضيف ولا حاجه، ما تاخدش مني وقت ولا مجهود، وبتطلع حلوه قوي وفي تقديمها كمان لطيفه جدا. ومعانا استاذه هدى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام فاطمه؟ الله يخليكي، الحمد لله تمام. وحشاني يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا روحي، كلك ذوق. انا حبيبه قلبي، انا عملت الكفته بتاعت حضرتك. جميله جدا جدا جدا. الف هنا. وجيراني مسميني فاطمه ابو حاتي. اسمك فاطمه؟ لا، جيراني مسميني اما عملتي كفته حضرتك الشيف فاطمه ابو حاتي. خدتي اللقب. ده انا مبروك مدام فاطمه. يا روح قلبي تسلمي لي، الشرف ليا. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، ما تحرمش مني ولا من عمايلك. تسلمي لي يا روح قلبي، ولا تحرم من ذوقك ابدا والله. حبيبتي حبيبتي، ربنا يسعدك يا ربي، ومبروك لمحمد ابني حضرتك. الله يبارك فيك يا روح قلبي، كلك ذوق. ميرسي ميرسي بجد، نورتيني يا روحي. زي ما انتم شايفين كده الكوبيبه هايله جدا. يلا بينا كده، خلاص نشيل بقى الزيت من على النار خالص. تمام، الكوبيبه طالعه تحفه جدا، وعلى الهواء اتعملت من الالف للياء. يلا بينا بقى، حطينا معلقتين من القهوه سريعه الذوبان مع معلقتين ميه، هي معلقه كبيره من القهوه على معلقتين ميه عشان تدوب. حطينا هنا حوالي نص كوبايه من الزبده الطريه اللي هي بدرجه حراره المطبخ مع نص كوبايه من السكر. يلا بينا نضرب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. بسم الله. ضربناهم كويس جدا مع بعض، كل ما بتضربي اكتر كل ما هتلاقي الخليط ابتدى يبيض وابتدى ياخد كده قوام فومي شويه ويعلى معانا، وده المطلوب. تمام، معانا بيضه، معانا فانيليا، ومعانا القهوه والزيت. تعالوا بينا بقى ناخدهم كده بالترتيب مع بعض، احط البيضه والفانيليا ونكمل ضرب، وبعد كده احط الزيت والقهوه سريعه الذوبان اللي احنا دوبناها في معلقتين من الميه.
رائع. فاضل معانا الكاكاو، الدقيق والبيكنج باودر، تمام؟ هحطهم على بعض وتعالوا بينا نقلبهم مع بعض كويس، وابتدي اضيفهم للخليط السايل اللي عندنا ونعجن بايدينا. مش عجن بقى، لا احنا عايزين نلم بس المكونات مع بعض كويس، وبكده عجينة البسكوت هتكون خلاص جاهزة معانا ان احنا نبتدي نشكلها. الافضل ان انا احط العجينة في التلاجة نص ساعة علشان تشد وتتماسك، وابتدي ان انا اشكلها بكل سهولة. يلا بينا نلم العجينة ونشوف شكلها ايه بعد ما بتتلم مع بعض. بسم الله. طبعا الدقيق لازم يتنخل كويس كويس جدا علشان يديكي نتيجة حلوة، ولو في اي شوائب ولا حاجة بنتخلص منها، فنبقى ضامنين النظافة وكمان هوا دخل للدقيق فالنتيجة تبقى حلوة قوي. خلصنا خلاص، لمينا مكونات العجينة. لو حسيتي ان هي فكة قوي منك، معلقة دقيق هتظبط الدنيا، تمام؟ ونحط العجينة في التلاجة نص ساعة علشان نعرف نشكلها بكل سهولة. خلاص العجينة اهي بقت هايلة. يلا ايه رأيكو نطلع فاصل صغير خالص ونرجع نشكل البسكوت مع بعض ونشوف هيتخبز ازاي، اوعوا تروحوا في اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا مع بعض عجينة البسكوت، بسكوت القهوة. وخلي بالكو المقدار مظبوط بالملي، يعني بصوا لا زايد حاجة ولا ناقص حاجة على الشعرة. لو حبيتي انك انت تريحي العجينة في التلاجة شوية لو الجو حر هيبقى افضل. بعد كده هنبتدي نشكلها. تعالوا نقول بما انه بقى بسكوت قهوة فهنعمله على شكل حبات القهوة. هناخد كده جزء من العجينة هنبتدي نعمله بشكل الى حد ما بيضاوي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وهجيب الستيكس بتاعه الشيش طاووق وابتدي اعمل فيه، مش للاخر طبعا، علامه كده بحيث ان هي تبقى شكل حبه القهوه. تعالوا نعمل واحده كمان. التسويه تسويه البسكوت دايما بتبقى على درجه حراره 170، تمام، على الرف الوسطاني، ما بياخدش في الفرن اكتر من 12 دقيقه وبيطلع معاكي هايل جدا. أظن بقى ولا أسهل ولا أحلى من كده، حتى تشكيله سهل جدا وما أخدش في إيدينا 10 دقايق، وهيدخل في الفرن كمان من 10 ل 12 دقيقة، فالدنيا كلها معاكي يعني نص ساعة بالكتير هتكوني عاملاه. حلو قوي الكلام ده. طبعا الصاج بتاعنا يا مدهون زيت خفيف خالص، يا إما مفروش ورق زبدة أو سيليكون المتوفر عندنا علشان البسكوت ما يلزقش مننا. بعد ما بيطلع من الفرن شايفين شكله عامل ازاي؟ اهو باين معانا بعد ما استوى، تحفه جدا جدا، شكله حلو قوي. والعلامه اللي احنا عاملينها في النص مدياله شكل حبات القهوه. طب الحمد لله. يلا بقى، المقادير كانت سهله خالص وبسيطه كمان، ما فيهوش شغل كتير، يعني دلوقتي تقدري تقومي تسلي في شويه البسكوت وتقدميهم للولاد مع اي مشروب بيحبوه. فعلا يعني حاجه في منتهى الجمال ومنتهى السهوله. النهارده كانت وصفاتنا زي ما انتم شايفين كده كلها اسهل من بعض. زي ما قلنا عندنا عزومه شاي فممكن نعمل بسكوت القهوه. عندنا الرولات المسخنه النهارده كانت سهله وبسيطه وممكن نستخدمها في اعاده تدوير فراخ عندنا مسلوقه وبايته مش عارفين نعمل فيها ايه، فهتبقى اكله جديده وطعمها حلو جدا. وكمان عملنا النهارده الكوبيبه بس عملناها بالفراخ،
في الحشوة وفي الطبقة الخارجية كمان، ما شاء الله على الكمية، بتطلع كمية رهيبة جدا واقتصادية وحلوة قوي قوي، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. أنا هشكل واحدة كمان ونقدم بقى الشاي مع البسكوت علشان نقول سلام عليكم. زي الفل، شايفين تشكيله ولا اسهل من كده، في ثواني هتكوني مخلصه كل حاجه. انا هشيل بقى عشان نقدم الشاي بتاعنا. حاضر. شوفي انهي واحده فيهم. ما شاء الله الاثنين زي الفل. لا واضح انها عجبتك. ماشي يا مصطفى. خلصنا حلقتنا النهارده وكانت وصفاتنا الثلاثه اسهل من بعض، يا رب يكون الحلقه نالت اعجابكم. ميرسي جدا على الدعوات الحلوه والمكالمات الجميله، وبناتي العساسيل خالص الصغننين اللي كلموني النهارده، يا رب دايما اشوفكم على خير ويا رب دايما اكون عند حسن الظن. ما تنسوش بقى تطبقوا الوصفات وتبعتوا لي التطبيقات على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بحيتي وعلى البيج بتاعتي فاطمه بحيتي بالعربي بالانجليزي. سعيده جدا ان كنت معاكم النهارده، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.